مرحبا، شو اخباركم؟ رجعنا عليكم في مقطع جديد لليوتيوب قناه المؤذن 98. لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات. تمام، اليوم وياي اخوي بنتكلم عن كاس العالم، خصوصا الحين خلص، كان من قبل في بالي ان نتكلم عنه. فبنتكلم اليوم عن كاس العالم ونحلل بعض الاشياء بشكل سريع، وهذا اخر فيديو بنصوره في 2020، يمكن ننزل لكم السنه الجايه. شفيك ساكت، ترى عارف تعرف على نفسك بتسكت. طبعا الاخ اللي هنا يشجع البرازيل في كاس العالم، وين الانديه يشجع؟ بنمشي على عافيه تشجع البرازيل. منتخبات وين؟ مو نفس الانديه، منتخبات طالع اي شيء، بس البرازيل يعني. زين، برازيل ايطالي ها؟ طنز علي شجع ميسي واسبانيا، شجع العالم كلها. لا بس شجع اسبانيا، والضامن هي ميسي، سواء المنتخبات كلها الضامن هي هلا. لا بس ميسي من ما يباها اساسا غير المدريدين والحمدونيين. انزين، نتكلم عن المنتخبات الاقوياء. طبعا انا بتكلم بشكل عام عن المجموعه والى وصول النهائي، او بنحل بشكل عام كاس العالم، يعني ما بنتكلم عن نقطه معينه وهذا بشكل عشوائي. طبعا اول شيء بتكلم عن من اللي هو كون يشجعهم البرازيل صدق اشوف انها اثبتوا نفسهم في المجموعات، وحتى في الدور 16 ضد كوريا. بس انا من قبل كاس العالم كنت اقول ويا ذا المدرب، ممكن الفريق اوكي، العناصر اللاعبين اوكي، بس ويا ذا المدرب ما بيوصلون شيء. وشفنا هالشيء ضد كرواتيا، وش رايك انت؟ لا منتخب ما عنده شيء، عن منتخب مظلوم اعلاميا، مظلوم من ناحيه انه عنده لاعبين قوي، بس ما عنده المدرب كلش. فعن لو عندهم مدرب مثل زيدان او انشيلوتي او عادي يوصل فيهم بعيد. يعني البرازيل لاعبينهم واجد كل سنه كاس العالم، يعني الاربع سنوات او السنوات السابقه دائما يكونوا مترشحين للبطوله، بس في النهايه يطلعون اما لاسباب بسيطه تكون. فهذه كره القدم، يعني دائما تفاصيل صغيره هي اللي تطلع. عجل مباراه كرواتيا تسجل جول، بعدين ما تعرف تدافع بطريقه ممتازه، يقوم بس على الطرف يهجم، ما في احد على الطرف يعرضها وجول. شل الدفاع هذا؟ مو بس اخذوها في البلنتيات فازوا كرواتيا. هذه التفاصيل صغيره، مو بس كذي، حتى اعلاميا شو اسمه المنتخب ترشح، يعني صار عليه ضغط، يعني خصوصا ان في لاعبين ان توقعوا منهم الاقوى، يعني مثلا فينسو توقعوا منه افضل ما عنده، ما اوكي ما طلع في البطوله كامل، بس يوم ضد كرواتيا ما وصل دقيقه 60 سيلا طلعه، يعني كان النجم الاول اعلاميا. هذه اكبر غلطه طلعه، اكبر غلطه نطلع فينيسيوس. انزين الحين نتخطى نروح حق المنتخب الثاني، منتخب المانيا. خوب منتخب المانيا حدث ولا حرج، احسن لهم طلعوا. منتخب فكر في كل شيء ما عدا كره القدم، قاعد يفكر باشياء خارج كره القدم اساسا. عمار لو ايش جايين اساسا لقطاع عشان يلعبون، لو جايين مكان ايطاليا افضل. ترى ايطاليا تستحق واجد ان تكون موجوده، بس ايطاليا خربت على نفسها ما تواجد. يعني وادي ماشيني تساهل بعض المباريات اللي ادت ماشيني ولاعبينه، ماشيني ولاعبينه اي، بس ماشيني السبب الاكبر. والمانيا ما استغلوا فرصة وجودهم في اللي هو في كاس العالم المرة الثانية، مع انه يعني شوف البطولة القبلية ضيعوها بعد نفس الشيء. عقدة البطل يعني مو نفس اسبانيا شوي يقول عدت المجموعات، ايطاليا صارتها اكثر منتخبات اللي صارتها العقده ايطاليا المانيا. عندك اللي هو فرنسا بالعكس مشوا حتى وصلوا النهائي، اسبانيا تمام. ما عندنا حكي واجد على المانيا، ما نبغى نتحكي عنهم، ما غير مستوى الكارثه، غير تفكيرهم خارج كره القدم. احنا ننتقل لاسبانيا، شو رايك المنتخب الاسباني؟ اسبانيا صراحه طلع ادائهم يعني مجرد ضد منتخبات يعني مو الليفل عالي، يعني كوستاريكا قدروا عليهم اول مباراه، يعني لو ما مباراه كوستاريكا اصلا ما راح يتاهلون. يعني الاهداف اللي سجلوها هي اللي ساعدتهم على التاهل. ضد المانيا ما سوى شيء، كان راح يخسر، جته بعض الفرص كان
راح يطلع من المباراة مهزوم. مباراة اليابان خسر فيها، كان داشي عنه كان متملل يلعب المباراة، يبغي يطلع المركز الثاني على اساس يكون الدرب اسهل. في النهاية راح واجه المغرب وطلع. بس اسبانيا كان متوقع، ترى كان يعني ما حد كان متوقع ان بيعطون هالألو، كان متوقع يمكن مجموعات ماكسيموم دور 16. هم عطوا الناس قيمة بلعبهم تكتيكهم. يمكن ضد أوكي ضد ألمانيا تعادلوا، من مباراة اليابان خسروها قلت خلاص هذا الفريق ما يبغيش اسمه. يمكن خسروا مباراة اليابان عشان يتجنبون يلعبون ضد البرازيل، بس لما واجهوا المغرب يعني المغرب صدمني أنا. يعني إسبانيا لو طافت المغرب يمكن ما استبعد ان تعدي البرتغال وش اسمه فرنسا. كان اللعب ليهم يعني طوال 120 دقيقة ضد المغرب، ولكن يعني هي فرقت بس في البلنتيات مستوى قوة دفاع المغرب ما قدروا انه يعني يدخلون المنطقة سهولة. جت البلنتيات وتوقعت المغرب قبل المباراة، حسيت ان المغرب راح يسمونه اصلا، وفعلا المغرب هو حصان الاسود مال البطولة. يعني انا صراحه انا ما كنت متوقع اني اوصل لهذه المرحله. يعني انت كفريق عربي احنا نشوف اكثر المنتخبات العربيه وصلت لشيء بسيط، ما في ذاك الانجاز القوي. يعني يمكن كحد اقصى دور 16 بانه المغرب عام 86 على ما اعتقد، بس هذه الفتره هي اللي وصلت. والجزائر يوم دور 16 كان ضد المانيا، لا 14 ايه عدل 2014 دور 16 ضد لعبوا ضدهم، هذا اللي صار. يعني نافسوهم بعد، ففي يعني هذا حتى السعوديه لو وصلوا على هالرتم لو مال الاصابات كان عادي. شو اسمه الإصابات ولو ما ضجة اللي صارت قبل الفوز على الأرجنتين إنه يقدرون يقلبون أي حاجة. يعني هذا أثر واجد على اللاعبين، يعني كل من طلع يلا خلاص إنه نفوز المباراة الجاية نضمن التأهل، لا هذا سبب ضغط إعلامي قوي على اللاعبين إنه إحنا يعني لازم تتأهلون، فهذا الشيء خلاهم يعني يخسرون ضد بولندا مع إنه لعبوا مباراة ممتازة. ولكن جت مباراة المكسيك خلاص الضربة القاضية، المكسيك وبولندا السعودية، وفي نفس الوقت بولندا ما استحقت. يعني أنا كنت أتمنى السعودية بعدها المكسيك. السعودية كانت تستحق أن تتأهل يعني لعبها، يعني حتى ضد المكسيك ضد بولندا ترى لعبها أفضل. ضد المكسيك قاتلوا يعني على النهاية، كان لو تعادلوا وعادي تأهلوا في المركز الثاني، فتواصل بسيطة بس طلعوا منها. يعني كانوا عادي تعادلون يا المكسيك، يعني خروجهم كان واجب مشرف ونفتخر باللي سوى صراحة. وبشكل عام كل المنتخبات العربية ما عدا قطر انصدمت يعني. أنا من اللي شفته يعني يوم لعبوا في الكوبا شفت مستوى أقوى من هذا. هنا يقارعون الأرجنتين كأن الأرجنتين ما فازوا عليهم إلا بصعوبة، استغربت أنا. حزتها ما كان عليهم لا زخم إعلامي ولا شو اسمه، يعني حالياً كأس العالم على أرضه شو بتسوي؟ جمهور جاي إنك كل مكان متوقع منك شيء، وأول مرة في كأس العالم أنت لاعبينك يعني أول مرة، وغير كذا صارت مشاكل إن توقف الدوري على أساس بس هذا يكون يسوي معسكرات حق توقف الدوري معهم أساساً، فهذا شيء أثر عليهم واجد. عندك خل المنتخبات العربية الحين، عندك المنتخب الثاني غير المغرب، المنتخب الثاني اللي اعتبره ما بعتبره الحصان الأسود لأنه منتخب قاعد يثبت روحه في كل كأس عالم يشارك فيه، من اللي هو يعني خصوصا هالاثنين يعني من 2018 إلى 2022 فريق ماشي. كرواتيا يعني مع أنها السنة فقد مانزوكيتش فقد راكيتيتش فقد اللي هو واجد لاعبين كانوا من الأشخاص اللي وصلوا كرواتيا للنهائي، لكن مع ذلك شوفوا أن وصلوا. يعني نفس ما قلت تفاصيل صغيرة، يعني يمكن لو بلنتي وهالأمور يمكن تغير الأشياء يوم ضد الأرجنتين، يمكن تكتيكي لو تغير لو ما هاجم الله أعلم، بس المنتخب أدى يعني حتى ضد البرازيل ما حد كان متوقع. أقوى المتفائلين لكرواتيا ما كان يتوقع أن كرواتيا يطوفون البرازيل بهالطريقة، خصوصا بعد ما خسروا 1-0 يطوفون بعد ما كانوا خاسرين يتعادلون ولو في البلنتيات يفوزون على البرازيل. بعد الجول ضد البرازيل أصلا عطاهم الدافع أن
راح يفوزون. اوه البرازيل من عقب الكرواتيا صار العيب صارهم. البرازيل قاموا يهجمون، انا استغربت يعني تون المفروض ما تهجمون. خلاص اخر الدقائق الاشواط الاضافيه 1-0 من نتيجه زينه، دافعوا وتعتمدون على المرتدات، عندكم لاعبين سراع ومهاريين يعني مرتدة واحدة تنطر كوريا فستون عليهم بهالنتيجة بسبة المرتدات. أصلاً بركور إيه فعلا انطر كوريا بالمرتدات مساحات ما في لعبة على المساحات و... بس كوريا مو كرواتيا، يعني كرواتيا كان دفاع أصلب، يعني يوم هذا من بعد قول البرازيل كرواتيا يوم يهجم عرف شلون يهجم، البرازيل ما عرفوا شلون دفاع كرواتيا أصلب لأن الدفاع شو اسمه التكتيك المدرب هو كذي. فمن كذي يعني أقول لك لو البرازيل ركزت على النهاية من هذا الشيء بقول لك طبيعي يعني ما بيقدرون كرواتيا، يعني شوي الحظ بعد ساعدهم ترى. ساعد يعني لقولهم ترى ضربة ماركينوس راحت الجهة الثانية، البلنتيات الحارس يعني في النهاية هي ركلات الحظ، يعني غير قوة الحارس ومهارات وتوقع بس فيها حظ بعد البلنتيات. انزين المنتخب في من اي منتخب من المنتخبات هولندا شارك مستوى هولندا في كأس العالم؟ هولندا نفس كأس العالم يشاركون فيه نفس المستوى ما يتغير شيء، ما يوصلون بعيد. أفضل كأس عالم قدموا 2010 و2014 بس ما كان ممكن على كأس عالم، بس ضد الأرجنتين حسيت شوي إيه. إنهم ضد الأرجنتين مباراة الوحيدة اللي قدموا مباراة يعني. وآخر ربع ساعة من الشوط إيه كانت يعني 70% من المباراة كانت للأرجنتين. هولندا بس آخر دقائق عنها هي التفاصيل الصغيرة، هولندا لعبها التفاصيل الصغيرة بس عنا مستواهم ما بروح مكان هولندا السنوات الجاية لازم يعني يعتدل. وهي الحين رجعوا كمان ترى هي كمان هولندا واجد أفضل، وحين عندهم مبدأ شو اسمه جاكوبو المهاجم عدم ديونج دومفرينس ديلخت فانلك وخلاص عندهم لاعبين قوي. منتخب الأراغواي كان نتفه شعره ووصل دور 16 يوم تصير مباراتهم كوريا والبرتغال شعره، بس كنت ابغى انا الاوروغواي اللي يلعبون ضد البرازيل. كوريا ما يعني ما صارت مباراه حلوه كوريا ضد البرازيل. نعم الاوروغواي اصلا ما عطوا المستوى المطلوب من اول مباراه، المفروض انت تقدم مستوى ممتاز من اول مباراه لان كاس العالم المجموعات 3 مباريات انت لازم ما فيها ما تضيع ولا مباراه ولا غلط. من اول مباراه تكون اهم مباراه، تفوز اول مباراه بس خلاص يعني انت يبقى لك مباراتين يعني تتعادل في واحدة على الأقل خلاص تقريبا شبه ضمنت يعني على حسب نتائج البقية. فالأوروغواي أول مباراة تعادل بس صعبة الأمور، واجه البرتغال، البرتغال أفضل بواجب هزموا منهم راحوا ضد غانا بس يعني المجموعة بعد مشيت إياهم، غانا تفوز من صوب هار كوريا تفوز من صوب كوريا بعد شو اسمه يعني في المجموعات كوريا زينة. الأوروغواي ناقصهم أراخو، ترى لو أراخو نزل من المجموعات بيفرق واجد إياهم. هم دفاعهم كله بطاق كله بتقدم كاسيريز قدين في يعني، وغير الدفاع مدافعين مو معروفين يعني، لو أراخو موجود بتتغير أشياء واجد لهالدرجة. أنا أوثق فأراخو لدرجة تعتبره من أفضل لاعبين برشلونة. المهم نرجع للمنتخبات، عندك اللي هو منتخب البرتغال نفس المجموعة ما بيطلع عنه. منتخب البرتغال يمكن منتخب البرتغال من المنتخبات اللي عندهم عناصر، عندهم كل من قاعد يتكلم يقول الفريق يعني مكتمل الفريق ده من كل صوب بس مدرب تعبان، حتى دون كان في أسوأ مستويات. فيعني أنا مستغرب اللي يقولون لازم دونكم موجود في التشكيلة، فريق سيء لازم انت تلعب كره هجوميه. لما لعبوا كره هجوميه ضد شو اسمهم كان في الدور 16 ضد سويسرا كم 6 6 لو يعتمد الكره الهجوميه في كل مباراه كان ما وصل، يعني لو في المغرب اعتمد على الطريقه كان ما وصل. المغرب اصلا اعتمد على هالطريقه لكن يعني المدرب نفسه مو هو نفسه يوم ياخذ اليورو، مو هو نفسه يوم أخذ الأمم الأوروبية، مع أن كأس العالم ما تتقارن هالبطولة أو البطولات هاي ما تتقارن بكأس العالم. وأنا ما أشوف في تكتيك ما في تكتيك يعني
طالع مركز ثالث يوم ياخذ اليورو ما احس يعني لو ما كريستيانو واللاعبين مستوياتهم كان بس يعني كانت له لمسات في اليورو لكن كاس العالم ما شفت منها شيء هالسنه يعني ان الدون ما علي ما يسوي شيء لكن له تاثير في الملعب يعني انت ما تنزله بتاتا كلش غلط كم. غير ان شو اسمه اغلب اللاعبين مثل ليها وبقيه اللاعبين الصغار في واجد عنده لاعبين ممتازين في الدكه مو قاعد ينزلهم نزل ناس اسوء منه ظلم ليا في شو اسمه في البطوله هذه ظلم ليا وينزل ليا نجم في ميلان الاول لا في المنتخب صاير مجرد لاعب عادي وهذا اللي يعشل لا لو المدرب ينزله من البدايه ويعتمد عليه في التشكيله كان شو اسمه كان شاف مستوى اقوى استمراريه بتعطيها له افضل الحين عندنا منتخب اللي هو منتخب قبل أروح لمنتخب فرنسا منتخب إنجلترا منتخب إنجلترا في ناس واجد توقعون إنه يوصل حتى ياخذ نفس البرازيل إنه عادي ياخذ اللقب is coming home على قولتهم أنا أشوف تشكيلة تمام أشوف التشكيلة يعني أنت تستدعي كل اللاعبين يعني نص اللاعبين تستدعي العوهات وتخلي اللاعبين الزينين بش اسمه في دوريات وأفرقاتهم هاري ماغواير زين مثلا بس أنت أنا ما أشوفه يعني واجد زين في المنتخب بس أشوف فيه مدافعين أفضل يعني ساوثجيت يمكن التفاصيل الصغيرة بعد ساعدت ضده مدرب زين اللاعبين زينين بس في لاعبين ظلمهم إنه ما استدعوه أنا أحس أشوف يعني من وجهة نظري أنا قلت أصلاً هم متوقع إن كل سنة إنه ما يوصلون بعيد في أي بطولة اليورو أنا استغربت إنه وصلوا النهاية أصلاً يعني هم معروفين نفس حال هولندا ما يوصلون بعيد حالهم ربع نهائي مجرد يبدي يناقشون للكبار الأفريقية المنتخبات الكبار يواجهون فرنسا يواجهون أي منتخب بس مجرد منتخب مزعج ويا حبهم للعنف والهواش شفت معنا في كأس العالم 2018 يا كولومبيا ويا واجد منتخبات لاعبين مستفزين أساسا ما في أحد يشجع المنتخب ناس يمكن نادرين خمسة أو أربعة بس في الكرة الأرضية غير الإنجليز ما حد من الإنجليز أصلا عنا كمان كان يتمنى خروج خصوصا اللي سووه لدعمهم لذيك الفئه فهالشو اثر مو بس هم الويلز بلجيكا ما تكلمت انا عن بلجيكا بلجيكا ما سووا شيء من هاي بلجيكا ما عليهم الاغرار من بعد بلجيكا بس اسم صار شجاب اللي بين اللاعبين في غرفات الملابس تواشوا ويا بعض واثر يا زعم استغربت ان المغرب غلبتهم المغرب وكرواتيا تأهلوا عليهم كانوا مرشحين للبطولة بلجيكا أصلا يعني حتى لو تأهلوا نفس الحال بلجيكا عندها لاعبين لكن كمنتخب بالاسم يعني إن أغلب منتخبات تجيك عندها لاعبين ونفس إنجلترا هولندا بلجيكا لكن ما توصل بعيد أي منتخبات لا توصل بعيد عندك فرنسا برازيل ساعات مفاجآت يعني كرواتيا على المغرب على يعني نصف نهائي 2008 مرجع البرتغال ما حد كان يتوقع 2006 استغفر الله عندك 2010 الأوروغواي ما حد كان يتوقع هالمنتخبات بس المنتخب الثابت اللي أشوفه حاليا فرنسا لا أرجنتين خلنا نقول بسبب يعني ثبات مستواهم من كوبا من بعد كأس عالم 2018 تغير مجرى شو اسمه المنتخب وتحسن أكثر فهذا الشيء خلاهم يحصلون اللقب الموسم عندك بعد شو اسمه كوبا بلجيكا انتهى جيله الحين فرنسا أنا كنت أقول بصيدهم لعنة البطل بس تواجهت إنه صار كنت الحين بنزيما كونتي بوجبا قلت هذا منتخب كنت بيوصل يمكن ربع نهائي يعني لين صار منتخب قوي خلاص بيطلع بس ديشام عرف عدل للمنتخب عرف للاعبين عنده لاعبين أخي أسطوريين فيو على جيرو مبابي يا أخي تبغى رفعات رقعات جيرو تبغى صانع لعب غريزمان تبغي سرعة مبابي وكومان تبغي رفعات وعرضيات ثيو ومن الجهة الثانية من بافار انزين عندك
مراوغات كل شيء في هالمنتخب. بس بعد فرنسا رغم قوة مستواهم فإن أحس واجهوا منتخبات أقوى يعني برازيل أو واجهوا الأرجنتين بعد منه ثاني من البداية عادة طلعوا يعني أنهم واجهوا في البداية من بولندا عقب إنجلترا أي إنجلترا بالاسم عقب هالمغرب يعني إنجلترا تواصل صغيرة المغرب المغرب يعني المغرب شو اسمه لا فرنسا مستوى يعني المغرب يعتبرهم مستوى اي نعم بس يعني انت وصلت نصف نهائي خلاص يعني كخبرة انا ما عندي انتقال لهم ما في انتقال بالعكس بس اقصد يعني هذا يعني احنا النهائي مواصلين يا الارجنتين على لوب مواصلين بلنتيات يعني طلعوا انجلترا طلعوا المغرب المغرب طلعوا بس هذا احساس يعني لو واجهوا منتخب من قبل يمكن كان يعني حتى هم ما واجهوا صعوبات عالية في المباريات اللي واجهوا غير النهائي يعني احنا المنتخب يخسر من تونس في المجموعة حتى لو صار البرازيل من البداية او ترى لعبوا بالاحتياط التونس يمكن هذا شوي اللي خلاهم يخسرون عندك الحين في النهائي يعني بتكلم عن فرنسا وعقبها الارجنتين بتكلم عن مشوار الارجنتين النهائي وصلوا فرنسا والارجنتين كيليان ابدع صراحة كيليان هو الرجل المنتخب هو اللي شال المنتخب حرفيا عقب ما طلعوا ثيو جيرو شفت ميسي كيف هي برشلونة والارجنتين بابي قلب كذا مع انه ساعده ولا نزلوا البديل او ما بظلمهم انا تورام والثاني بس بابي له اعطيه الكريدت انه يعني من افضل لاعبين يعني لو ما فازوا الارجنتين فازوا فرنسا هو افضل لاعب هو رجل المباراه الارجنتين بينما الارجنتين انا الصراحه شفت لعبهم مستواهم كل ما حد كان يقول هذا المنتخب اللي كل من يرشحه مستواهم مو ذاك الزود بس اللي ساعدهم الروح المشجعين وميسي يعني من في المجموعات بعد نكبه السعوديه ميسي يعني نصف منتخب الارجنتين ميسي كرؤيه كصناعة كأهداف كتشجيع كقيادة شلون يفتح المساحات هذا الشيء بحد ذاته وصل الأرجنتين لهذه المرحلة خلاهم يأخذون الكاس في كذا مباراة من يعني لو بتكلم مع ميسي بروحه يبغى له حلقة أو كلام يعني بروحه في فيديو بروحه وصلهم للنهائي يعني يمكن ساعات يطلع يا ألفاريز يمكن ألفاريز يعني اللاعبين اللي يجون عقب ميسي مارتينيز لو ما هو الأرجنتين حتى ما وصلت للربع النهائي مرة نصف النهائي المارتينيز عقب الفاريز ودي ماريا وش اسمه خبداك لو ترى خلى على صوب فليت عمار اللي هو مستدعينه دي ماريا والفاريز دي ماريا نزل في النهائي يمكن الإقصائيات ما نزله بشكل مستمر كان مصاب بس أثبت نفسه ولو ما طلع على خلاه كان الأرجنتين حسموه عندك بعد غير الوسط لو فاز مباراة سعودية ظل على الوسط القديم كان الأرجنتين ما بتوصل للنهائي بسبب إنزو وش اسمه جاك اسمه لا شكر المهم بالدفاع تمندي والروميرو لظهرة مولينا أما اليسار حسمو داك زوتاري فيكو أو داك شو اسمه ما أكون يعني ما له شغل بالكورة بس المنتخب عناصر ومدرب سكالوني سووا يعني يعني جيد كمجموعة لأن وميسي وصلهم للليفل بروماكس ميسي وصلهم وهم يعني كان يبون يسوون أي شيء عشان هذا ميسي يوصل ميسي لأبعد حد هذا اللي كان يبونه هم مثل ما سووا في الكوبا بحيث ان كل واحد كان يبغي يعني كان قاعد يلعب عشان ميسي ياخذ البطوله انا شوف انا مستانس عدل للمنتخب لانه لعب بروح انا كنت ابغي اسبانيا ياخذ بس من طلع اسبانيا قلت خلاص اتمنى ميسي يرفع الكاس شفت اتمنى ميسي يرفع الكاس لشيء انا اول شيء كبرشلوني كشخص مشجع لميسي من اول بدايته في برشلونه يعني انا تابعت برشلونه زبتين بس ميسي اكثر شخص استمراريه وتابعته واستمتعت فيه وشجعته الى الان اللاعب فرحني يعني انا ظلت من 2015 موست اونست الا في الرومنتادا بس وبعدها طلعنا هذا الشيء الوحيد موست اونست البطوله غير يمكن الكوبا ما كانت يعني كانوا يقولون بس البرازيل ما فيها منتخبات عادله وبرشلونه يعني اسبانيا ما حققت شيء وصلت نهائي طلعت مال الأمم الأوروبية واليورو طلعت من نصف النهائي برشلونة ما حققوا شيء
يعني غير الدوري، وبعدها كلها خفاقات 8-2، فكان الوضع مو طبيعي. الكل يطنز على الكل، كان يطنز علي طول هالفترة. أنا كشخص محايد أعطي رأي، أقول أحترم يعني المنتخبات الأفرقة، ما أزعج أحد، بس أنا فرحة الشلة أولا إن ميسي، أنا مو فرح، مو ما أبغى ميسي ياخذ كأس العالم عشان تشوفوا ميسي أفضل لاعب، لأن لا، ميسي أفضل لاعب قبل لا ياخذ كأس العالم، بس أولا عشان ميسي، يعني ميسي يفرح بدي البطولة، يستاهل هذه البطولة، لأن الشلة سوى له كرة القدم أكثر من ما نتوقعه. غير هذا، انا لما اكون محايد وقت الخساره، مثلا برشلونه فاز اوكي، ما اطنز، يعني يمكن اطنز في نفس المباراه، بس ما اقعد ل 20 سنه قدام في نفس الوقت، ما ازعج احد. انا يمكن بروحي استانس، استصرع بلين جول او ضايعه او شيء، اتاثر على المباريات. فهذا السبب انا شجعت، يعني استانست عدل لما اخذوا كاس العالم، لان صدق كان يستحق هذا الشيء لميسي بنفسه، والمنتخب ساعده، اللاعبين والحارس يستحقون. وادي الارجنتين ميسي يستحق على السنوات اللي قدمها، ويعني الجمهور وكل العالم يعني كانوا يتمنون هالشيء بسبب ثلاث ارباع الكره الارضيه، مستوى اللي قدمه والشيء المبهر اللي قدمت لكرة القدم خلى نص العالميين يتمنون له الفوز، وهذا الشيء أثر واجد. بعد يعني بعد الفوز تشوف كل من يستانس، حتى لما يتابع كورة قاعد يستانس حق ميسي. أتوقع خلصنا تحليل حق هالمباريات والمنتخبات، وأتوقع قلت ما يكفي. عن ميسي كفيت ووفيت، ما أبغى أحد، خلاص ما أبغى أحد يناقشني. انا اتنرفز، انا حجي كلمني عن ميسي، خلاص ميسي ختم كل شيء. اوكي افضل، ما بقارنه بلاعب، بس ميسي افضل لاعب عندي في التاريخ بسبب اللي حققه، من ارقام، من احصائيات، من بطولات، من تاثير لعب في الملعب. لعب، خلى ارقام كل شيء، لعب في الملعب، وهذا بحد ذاته في شيء اضافي. ما مو اي لاعب عنده، انه شلون يقرا المساحه، يحللها في مخه، يستلم كوره يشوت جول، لان محلل منها، هذا الشيء انا ما شفته. المهم، بتقول شيء قبل اصك؟ لا، بس زلاتان افضل لاعب. المهم، ما عليكم منه، يعطيكم العافيه، لا تنسون تشتركون في القناه. اتمنى له فعلا زر التنبيهات، واذا حابين تعرفون، اذا حابين تعلقون اضغطون لايك اذا عجبكم.